حتى الأراذي لساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصواب. نداء إلى شيخ الأزهر، إلى مفتي الجمهورية، هذه الدماء، هذه الدماء التي تسال، بحار الدماء التي تسال الآن، كيف تنام يا شيخ الأزهر؟ أين أنت يا مفتي الجمهورية؟ أين أنتم؟ هذه الدماء التي صرحت بها، جامعة الأزهر الآن تستخدم في قتل المصريين، جامعة الأزهر ومباني جامعة الأزهر تستخدم الآن لقتل المسالمين السلميين المصريين، مباني جامعة الأزهر الآن تستخدم لقنص المسلمين المصريين في ظهورهم، أين أنت يا شيخ الأزهر؟ كيف تسكت على هذه الدماء؟ كيف تسكت على هذه الإبادة الجماعية؟ أين أنت يا مفتي الجمهورية؟ أين علماء المسلمين؟ أين من كان في قلبه ذرة من إيمان؟ كيف تقبعون في بيوتكم وهذه الدماء تسال لا بجريرة ولا بمصيبة ولا بكارثة، لا شيء إلا أنهم يصدعون بالحق؟ كيف ماذا تقولون للدنيا بأسرها يا علماء العالم، يا أحرار العالم، يا شيخ الأزهر؟ هذه الدماء وجامعة الأزهر تستخدم باسمك، بفتواك، بموقفك، ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول للتاريخ؟ ماذا ستقول للبشرية؟ أفيقوا يرحمكم الله يا علماء الأمة، أين أنتم الآن؟ لا يحل لأحد أن يجلس في بيتي. هذه الدماء يا جامعة الأزهر، يا رئيس الجامعة، مباني جامعة الأزهر تستخدم في قتل المصريين المسالمين، القناصة يعتلون المباني يا رئيس جامعة الأزهر، يا أساتذة جامعة الأزهر، يا عمداء كلية الأزهر، أين أنتم؟ كيف تقبعون في بيوتكم؟ سأسألكم الله عن هذه الدماء، هذه الدماء في رقابكم، هذه الدماء في رقابكم، والله لن ترحموا بها في دنيا ولا في آخرة، والله ستقول لعنة عليكم في الدنيا وعليكم في الآخرة. وأنت يا شيخ الأزهر، حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الدماء في رقبتك، هذه الدماء ستحملها في رقبتك، هذه الدماء يا مفتي الجمهورية، كيف تترك مصر الآن لتذهب يمينا ويسارا ودماء المصريين بحار؟ ماذا تفعل في الأردن؟ ماذا تفعل في الجزائر والمغرب؟ تتحدث عن فتوى الصيام والقيام ودماء المصريين تسال؟ أين الفتوى وأين الشرع وأين القرآن وأين السنة؟ أفيقوا يرحمكم الله، والله ستكون وبالا، والله ستكون لعنة، وسينتصر الحق، ودماء الشهداء لن تضيع أبدا، والله لن تضيع أبدا، والله لن تضيع أبدا. 120 قتيل في ساعة، 120 قتيل في ساعة، 120. أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات حقوق الحيوانات؟ أين أصحاب القلوب؟ أين الذين يتشدقون بالحريات؟ أين الذين يتكلمون عن الإنسان وحرية الإنسان؟ أين الرحمة التي في القلوب؟ أين المسلمين وغير المسلمين؟ كيف يسكت العالم عن هذه المذبحة النهارية الليلية المستمرة دون انقطاع على سلميين لا يقاومون بشيء ولا أي شيء، يقتلون بدم بارد؟ أين الشهامة المصرية في نفوس المصريين؟ لماذا تجلس في بيتك؟ أليس هؤلاء مسلمين؟ أليس هؤلاء مصريين؟ يا إخواني، والله كل مسلم على وجه الأرض يسكت أو يجلس في بيته فهو ملعون، كل واحد يجلس في بيته يسكت عن هذه المذبحة، يسكت عن جرائم السيسي، يسكت عن وزارة الداخلية الخائبة الخاسرة، ملعون، كل من يسكت عن هذه الدماء ملعون. اجلسوا في بيوتكم واللعنة ستلحق كل جالس في بيتي، والله اللعنة ستلحق كل جالس في بيتي. أفيقوا يرحمكم الله، وهذه الدماء لن تضيع أبدا، والله ستكون لعنة على البلد بأسرها وعلى الظالمين جميعا. أفيقوا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مستشفى الميداني.